داونز، وحاليا مع الوداد في اول موسم ماكوينا بدا يبدا بصفقات قويه جدا. الوداد بيعلن عن صفقاته، قول رقم يعني، قول رقم تفتكر الوداد يعمل كام صفقه مع ماكوينا؟ اكتر من 20 صفقه يعني، رقم كبير جدا جدا يعني، رقم كبير جدا ان اداره الوداد تعمل عدد الصفقات دي، والصراحه يعني حاجه تحسب لهم لرئيس النادي. تحسب ليهم ولا عليهم؟ هو ده غير الفريق كامل يعني، الفريق بالكامل كده اتغير 20 لاعب. بص هو إن يعني لو هنبص على فريق الوداد المغربي هنلاقي ان الفرقه السنه دي عندها مشروع. ايه مشروع الفريق؟ هو الاستعداد لما بعد، وهو بطوله كاس العالم للانديه 2025. مش موجودين في بطولات قاريه، مش مشاركين قاريا، لكن الاهتمام الاكبر هو هيكون لكاس العالم 2025. عشان كده رولاني ميكوينا مسك الفريق بدري، بيحاول يقرب من الجمهور بشكل كبير جدا، وفي دعم كبير جدا من جانب جمهور الوداد. الصفقات اللي بيعملوها صفقات مميزه، جايبين لاعب سنغالي اسمه نيانج، على فكره كان في فريق امبلي في الدوري الايطالي، جايبين حمزه من اجاكسيو، جايبين كاسيوس مايلولا لاعب سان داونز اللي راح تورنتو في الدوري الكندي ورجع مره اخرى للقاره الافريقيه عن طريق فريق الوداد. كل الصفقات دي ممكن تفيد فريق الوداد في المستقبل يعني، اكيد واكيد هتفيده. ووجود رولاني ميكوينا المدرب اللي عنده خبرات داخل القاره الافريقيه، هو مدرب مندفع الى حد ما، مدرب اثناء المباريات ساعات تلاقي الماتش في ايده ويقدر يكسب بنتيجه وما بيكسبش، تفكيره احيانا الى الاندفاع الهجومي، واحيانا الاندفاع الهجومي كان بيأثر على فكر رولاني ميكوينا، وتحديدا ده ظهر مع سان داونز والخروج من اكتر من بطوله. كنا اول ما عرفنا صفقه الوداد مع ماكوينا كنا بنسال ونقول الوداد هيقدر يلبي كل رغبات ماكوينا؟ الاجابه كانت باكتر من 20 صفقه. طب خلينا بعد ما اتكلمنا